عندي بتنجان مشوي، وانت بتشوي كده الكبده والكلاوي والقلب والحاجات دي، اشوي لي كام بتنجانيه معاكي كده، وبعد ما يتشوي حطيهم في كيس، سيبيهم 5 دقايق واقفلي عليهم طبعا، وشيلي القشر بسهوله جدا. شويه طماطم برضو حطيها اشويها وشيلي القشر وفرميها، والبتنجان اهرسيه خالص. عندي شويه فلفل، فلفل رومي برضو اشويه، يعني 3 حاجات دول اشويهم، ومعاهم شويه ثوم مشوي يبقى حلو جدا. اشوي لي المكونات الاربعه دول، هيبقى معاك الموضوع حلو قوي. تتبيله بسيطه جدا، شطه، بابريكا، كمون، ملح وفلفل اسود، وزيت زيتون، كزبره وبقدونس فريش، وشويه زيتون للتزيين. بنعمل ايه؟ بناخد شويه زيت العود او زيت البلديه اللي هي زيت الزيتون، بحطها بالشكل ده مش كتير. هقوم واخده الطماطم بتاعتي، لازم اسبكها حلوه قوي 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 قوي. احط الطماطم بتاعتي واحط التتبيله، ممكن تزودي صلصه طماطم براحتك، شطه براحتك برضو خالص، الكمون، الملح والفلفل. بتنجان المشوي بتاعي بعد ما بتتسبك معايا اهو، بنزل بيه طبعا، تنزلوا بالثوم برضو، واسيب الكزبره والبقدونس بس قريبين ليا كده، وابتدي اقلبهم. بعد ما بقلب الزعلوك المغربي الطماطم الاول مع الثوم مع البهارات، اقلبها حلو قوي، تتسبك معايا حلو جدا مع شويه زيت زيتون. بعد كده بحط عليها البتنجان المشوي اللي انا مقشراه. بعد ما اقلبهم ويتشوحوا شويه، بحط الكزبره والبقدونس بتاعتي اخر حاجه اهو، وخلطه بسيطه. هاخد الزيتون بتاعي هحط شويه، ممكن افرمه، ممكن يبقى حلقات اهو بالشكل ده، تقليبه بسيطه. انا بحبه في النص بصراحه برضو، يعني بحب الموضوع يبقى معايا من جوه ومن بره، الزيتون بالذات. ممكن ما تعملوش كده، براحتكم خالص. هنزل بيه هنا اهو، ننزل بيه بالشكل ده، ونيجي نبتدي نظبط اهو، شايفين اهو 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 اهو، بس خلي عشان تبقى مظبوطة. طيب بس كده، نعمل ايه هنا يا زوزو؟ اخد كام زيتونة كمان زيادة، تبقى شكلها حلو قوي وتبقى كتقديم حلو قوي. اخد كام شريطة من الفلفل، على فكرة ممكن تزينوا بيها عادي جدا، وممكن تفرموها وتدخلوها جوه الزعلوك براحتكم خالص، هو ليه اشكال كتير، اشكال مختلفه.